واحد بيقول في آية في الإنجيل بتقول دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله، هل معنى ذلك إن يجب علي أن أكون فقير لأدخل الملكوت؟ لا طبعا. يعني إبراهيم أب الآباء كان غنيا، وأيوب الصديق كان غنيا جدا، ويوسف الرامي كان غنيا، وإبراهيم الجهري كان غنيا، ويوجد أغنياء كثيرون من القديسين. لكن المسيح لما قال الجملة دي، لما سألوه عن صعوبة الآية دي، قال لهم انه يقصد المتكلين على اموالهم، يعني الغني اللي بيتكل على ماله مش بيتكل على ربنا، ده من الصعب يخش الملكوت. وقال في العظة على الجبل لا يستطيع انسان ان يعبد سيدين الله والمال، فالغني اللي بيعبد المال هو ده اللي ما يقدرش يخش ملكوت السماوات. فمش كل غني ومش كل فقير، يبقى شرطين، الغني ما يتكلش على امواله وانما يتكل على ربنا، ثانيا لا الغني لا يعبد المال ويطلب انه يزداد شيئا فشيئا. ثالثا ممكن ان يوجد غني يستخدم امواله في الخير ويعطف على الفقراء والمساكين ويحسن، فده ربنا بيديله مكافاه كبيره. وفي غني ما بيعملش كده، فمش مساله غني او فقير، مساله التصرف في المال. يعني لك ان تملك المال ولكن لا تدع المال يملك عليك.